حاملة زوادة الطعام تصل فاطمة إلى مغسل السيارات وتباشر في مساعدة زوجها بالعمل، حيث تداوم بشكل يومي وتعمل يدا بيد إلى جانب شريك حياتها وتنهمك في إتمام كافة التفاصيل المطلوبة، مهمة قد لا تكون مألوفة للسيدات، إلا أن فاطمة استطاعت كسر اللامألوف بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. أنا لقيت حالي بهيدا الشغل مع محمد وصرت بساعده بكل شيء، يعني صرت غسل ماء، بعمل بلش ماء، بنشفه ماء، يعني كل شيء بساعده. شغل مش عيب طالما إنه أنا قبلاني وجوزي قبلان، ما في شيء بهمني وطالما أنا مش عم بعمل شيء عيب. أنا شجعت على الشغل وهي من نفسها كمان أعطتني رأيها وقلت لها أنا ما عندي أي مشكلة، وبالعكس وأكيد إيد واحدة ما بتزقف، فأنا بساعدها بالبيت وهي بتساعدني بالمحل، يعني 50-50 حياتنا استمرارية شغل وبيت، شغل وبيت. بالاول بداية الزباين كان تقول انه بركي شغل المراه انه مش مثل الزلمه، شغل المراه ما بيطلعش منيح بالسيارات، صارت العالم شوي شوي يعني شغلها كثير مميز طلع على فاطمه. اذا بدك تحكي على المساواه بين المراه والرجل لازم تبلشي من هذا النقطه. شيء كثير منيح انه سيده عم تشتغل بتساعد جوزها. قليل من الناس مثل أخت فاطمة بتعيشك عيشة، بس هيدي عيشة بشرف بكرامة وبتعاون على أجبينهم. أنا بشجع كل مرة أنه تساعد جوزها والشغل مش عيب، وقعد فكرة أنه بينقص من جمالك أو من أنوثتك إذا نزلتي على خيالة شغل. على الحلوة والمرة، هكذا قرر الزوجان فاطمة ومحمد أن يتابعا الحياة سوياً وأن يعملا على تعزيز مبدأ المساواة ما بين المرأة والرجل سواء في المنزل أم خارجه. ميرنا غرزوزي اليوم على الحرة بيروت.